وخلال الاحتفالية أكد شكري أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين البلدين ويشهد على عمق العلاقات التي شهدت تطورا على مدى السنوات الأخيرة. يسعدني أن أعرب عن تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرئيس وحكومة وشعب تنزانيا بمناسبة هذا الحدث التاريخي لضخ المياه في خزان جوليوس نيريري مشروع الطاقة الكهرومائية. هذا الحدث الهام يشهد على العلاقات الطويلة والتاريخية بين مصر وتنزانيا ويقدم مثالا حيا على ما نستطيع تحقيقه لصالح شعوبنا من خلال التعاون المنسق.